معانا كتاب كمان هنشوف ازاي احنا ممكن نصنفه وفقا لتصنيف مكتبة الكونجرس مع الأستاذ ياسر. الكتاب دوت بيقول او العنوان بتاعه رسالة في تجويد القرآن او رسالة في تجويد القرآن. اوكي طيب ده العنوان. نشوف كده المقدمة هو بيتكلم على ايه. برضو هنا بيتكلم برضو المقدمة ان هو على التجويد. اوكي نادر في تراجم علماء النجد. طيب نشوف برضو في قائمة المحتويات برضو بيتكلم برضو على الادغام والغنى. اوكي واضح برضو ان الكتاب هنا هو بيتكلم على تجويد القرآن بس مفيش اي حاجة تانية بيتناولها. طيب انا هنا حددت الموضوع بتاعي هو تجويد القرآن. طيب تجويد القرآن دوت طبعا مفيش عندي رأس موضوع زي مثلا زي اللي كان بيتكلم على الفرق الاسلامية كان هو الاسلاميك سيكتس، ولكن هنا ده بيتكلم على تجويد القرآن فما عنديش مصطلح لتجويد القرآن، ولكن انا عندي موضوع عن تجويد القرآن. الموضوع بتاعه اللي هو عبارة عن ايه اللي هو قرآن. اوكي صفلت اكس التجويد اللي هو ريسيتيشن. اوكي فهيبقى راس الموضوع بتاعي قرآن صفلت اكس ريسيتيشن. اوكي طيب هنا بقى راس الموضوع ده انا مش هقدر احطه في 650، راس الموضوع ده بيتحط في 630 ان الاعمال المقدسة تتحط في 630 وليس في 650 ولا 651 ولا في 600. فهنا هيبقى 630 الفيرست انديكيتور 0 والسكند انديكيتور 0 وليس برضو زي 650 51 فيرست انديكيتور بلانك والسكند انديكيتور 0، لكن 630 الفيرست والسكند 0 0. اوكي واحط قران صفيل دي اكس ريسيتيشن. اوكي ده بالنسبه لراس الموضوع. طيب هكتب بقى راس الموضوع كده قران 2 داشز ريسيتيشن في السبجكت. اوكي هيفتح لي مجموعة ارقام اختار الرقم الخاص بالقرآن ريسيتيشن وهو 131.6 ده الرقم بتاع الموضوع اللي في ايدي وده اللي هيتحط في الـ 050. اوكي ده بالنسبة للموضوع اللي معايا ان هو الموضوع بسيط هو بيتكلم عن تجويد القرآن بس. فالقرآن اتحط 630 صفيل دي اكس ريسيتيشن دوت احط فوق 50 زي ما قلت لحضرتك اللي هو 131.6 بناء على اختيارنا او بناء على السيرش اللي احنا عملناه في ال سي سبجكت هيدنج. اوكي ده بالنسبه للموضوع اللي معايا. طيب هنشوف مثال كمان من الكتب اللي معانا ازاي نقدر نصنف وفقا لتصنيف مكتبه الكونجرس. طيب الكتاب اللي معايا هنا بيتكلم على تصوف روح الاسلام. اوكي طيب الكتاب ده التايتل بتاعي طبعا زي ما اتفقنا ان انا ما بعتمدش على التايتل بس انا بشوف المقدمه بتاعتي شوف هو بيتكلم على ايه. واضح برضو من المقدمه برضو ان هو هنا بيتكلم على تصوف الصوفيه. اوكي ونفس القصه هبص في قائمه المحتويات برضو هو بيتكلم على برضو كل ما يتعلق بالتصوف سواء سلوك سواء منهج سواء حقيقة سواء أصول. يعني الكتاب هنا بيتكلم على التصوف as general. اوكي طيب جميل جدا خلاص انا كده حددت الموضوع بتاعي الكتاب ده هيتكلم على التصوف. طيب احنا قلنا زي ما احنا قلنا طبعا ال LC subject heading ما تعرفش العربي فانا لازم اعمل سيرش بالانجليش. اوكي فطبعا انا عارف ان التصوف ده هو السبجكت بتاعه اللي هو صوفيزم. اوكي هعمل سيرش في افتح كلاسيفيكيشن ويب. اوكي وافتح الجزء الخاص بالسيرش سبجكت. اوكي وهكتب صوفيزم. لما اكتب صوفيزم هلاقيه استعرض لي المجموع رقم الصوفيه ولكن زي ما قدام حضرتك مبين على الشاشه جايب مثلا هنا صوفيزم في ديكشنري مش عارف صوفيزم في هيستوري في صوفيزم في هنا جنرال وورك. اوكي وبعد الجنرال وورك مقسمه لفترات تاريخيه لحد 1900
اوكي، وبعد كده الفترة التاريخية من 1901 اوكي. فانا هنا طبعا الكتاب ده جديد يعتبر، فهو مش من 1900 ولكن هو بعد 1900، فانا اختار الفترة التاريخية اللي هي من 1901 ده زي ما مبين قدام حضرتك، اللي هو هيبقى رقمها PB189 اللي هي 189، يبقى ده رقم الكتاب اللي عندي. يبقى السبجكت بتاعي 650 سكند اندي، طبعا هنا سكند انديكيتور 0 سبفيلد دي سوفيزم دوت اوكي السبجكت. انا مش محتاج احط موضوعات ثانيه، ان هو الكتاب هو اللي بيتكلم على الصوفيه، فانا احط سوفيزم. والاوف اوف تي بتاعي هيبقى 00 سبفيلد دي 189 بي بي 189 اوكي. ده بكل بمنتهى البساطه ده رقم التصنيف بتاعي والسبجكت بتاعي. طبعا لو لاحظتوا يعني احنا بنلاقي سلاسه في ان انا الاقي رقم التصنيف، فهي السلاسه بتيجي ان انا احدد الموضوع، عشان طول كل ما احدد الموضوع بسهوله كل ما هوصل للرقم بسهوله، ولكن لو انا ما عرفتش احدد موضوعي مش هعرف اوصل للرقم اوكي. وبعد ما بحدد الموضوع احدده باللغه الانجليزيه عشان اقدر اعمل سيرش في كلاسيفيكيشن ويب، طبعا ما فيش عربي، فانا اعمل ايه؟ فانا لازم احدد موضوعي باللغه الانجليزيه، وده اكيد انت طرحته في الموسم الاولاني ما اتكلمتوا على السبجكت اوكي. فاحنا هنا في الموسم الثاني بنتكلم على كلاسيفيكيشن، بناكد على الكلام ده ان لازم ان الموضوع يبقى باللغه الانجليزيه، مش هينفع اعمله سيرش بالعربي، اعمل باللغه الانجليزيه عشان اقدر اوصل للكلاسيفيكيشن اللي هو رقم التصنيف. فهنا الكتاب هنا بكل بساطه بيتكلم على التصوف، فهنا يبقى انا عارف ان التصوف اللي هي سوفيزم اوكي. ده راس الموضوع بتاعها، والرقم بتاعه اللي هو 189 بي بي 189، ده اللي هو الجنرال وورك. ان الكتاب ده جنرال، مش يعني مثلا ما هو الاول مثلا دكتورز مثلا في عقائد التصوف بس، وهو بيتكلم على تاريخ، ده جنرال بيتكلم على كل حاجه كل ما يتعلق بالتصوف. فانا هحطه تبع الجنرال وورك اللي هو رقمه. طبعا الجنرال وورك زي ما قدام حضرتك في فترتين تاريخيتين لغايه 1900، وفي من 1901 وانت طالع، فالكتاب ده يعتبر مودرن، فانا هحطه من 1901 اللي هو بي بي 189. معانا كتاب كمان نشوف ازاي ممكن يتصنف وفقا لتصنيف مكتبة الكونجرس. الكتاب اللي معايا دوت هو كتاب جميل الصراحة، ودوت الكتاب ده بيعكس الكلام اللي قلناه في اول السيشن بتاعنا لو تفتكروا، لما جينا قلنا لتصنيف مكتبة الكونجرس في بعض الموضوعات بتبدأ بحرف واحد زي اللي هي تاريخ امريكا الاي والاف، وفي بعض الموضوعات بتبدأ بحرفين زي ما قلنا البي بي اللي هو بتاع الاسلام والبي جي اللي هو الادب العربي، وقلنا في بعض الموضوعات بتبدأ بثلاث حروف زي الاسلاميك لو. فهنا الكتاب اللي معايا ده يعتبر اسلاميك لو، اللي هو بيقول المحاضرات في المواريث والوصايا ماشي. فده واضح كده ان هو بيتكلم على احكام المواريث من ناحية الفقهية اوكي. فده كويس اول مثال دوت، ان احنا هنا هنقول ان هنتكلم في الكي بي بي ماشي. طيب الكتاب هنا بيتكلم على المحاضرات في المواريث والوصايا، فالمين بتاعي هنا المين سابجكت بتاعتي او العنوان الرئيسي بتاعي هو المواريث والوصايا. طيب لما اجي ابص جواه برضه بيتكلم على علم الفرائض ومش عارف والمواريث واحكامها، ولو دخلنا برضه شفنا في قائمه المحتويات بيتكلم على الارث عند العرب وشروط الارث واحكام اوكي. فانا هنا واضح كده ان الكتاب ده بيتكلم على احكام المواريث والوصايا، فهنا الموضوع بتاعي هيبقى على احكام المواريث والوصايا. زي ما قلنا ما فيش عندي سيرش بالعربي، ولكن التوبيك او السبجكت بتاعي اللي هو انهيرتنس اند سكسيشن اوكي، هو ده الموضوع بتاعي. لما اعمل سيرش في السبجكت اعمل بس كده هيجيبه لي، هيقول لي جنبه كده في الموضوع زي ما قدام حضرتك مي بي سب ديفيجن سب جيوغرافيك، معنى كده ان انا ممكن ان الموضوع ده افرعه احط صفيل دي زي البلد بناء على التعليمات اللي اديها لي في القائمة. انا مش بحط من دماغي ان راس الموضوع لازم اتبع التعليمات. فلما عملت سيرش براس الموضوع اللي انا قلته لحضرتك اللي هو inheritance and succession اوكي بس لوحده كده هيقول لي maybe subgeographic، معنى كده ان انا ممكن احط له تفريع بالمكان. بس هنا الكتاب اللي معايا هو مش بيتكلم على المواريث والوصايا في بلد، ده هو بيتكلم عليها من ناحية الاسلاميك لو. فهلاقي زي ما قدام حضرتك كده
نفس الموضوع اللي هو inheritance and succession Islamic law موجودة قدامي هي زي ما قدام حضرتك. اوكي طيب لما دخلت عليها لقيت ان هو بيقول لي رقم بتاعها KBB 632.3 اوكي ده للجنرال كوليكشن، وفي نفس الرقم بعد كده اللي هو KBB 632.3.A2Z. طيب ده معناه ايه يا جماعة؟ دي كيس دي انا شايف ان هي كويسة. ده معناها ان هنا في عندي تو كلاسيفيكيشن. كلاسيفيكيشن الاولاني دوت لما يبقى الكتاب عبارة عن كوليكتيف هو مجموعة من المؤلفين، والرقم الثاني ده لو هو خاص بمؤلف معين. فهنا انا هختار الرقم الثاني اللي هو KBB 632.3.A2Z. ده A to Z ديت اللي هي خاصة بالمؤلف، دي مكتوب جنبها كده individual author. اوكي دي الخاصة بالمؤلف. انا هاخد اول حرف، هاخد الرقم ده دوت اول حرف من المؤلف اوكي، واحط الكتر نمبر بتاعه ماشي. طبعا انا عندي هنا محمد ابن سليمان المنيعي مثلا اوكي، طبعا ده هيبقى اللاست نيم بتاعه المنيعي كوما محمد ابن سليمان اوكي. فالمنيعي هاخد اول حرف فيها الام، يبقى الرقم بتاع KBB 632.3.m. واشوف بقى منيعي ام يو ان، هشوف اليو والان رقمهم في قطر ازاي اوكي، وده اللي هحطهم. ويبقى انا كده حطيت رقم التصنيف بتاعي، ان الكتاب هنا بيتكلم على احكام مواريث ماشي، او المواريث والوصايا من الناحية الشرعية. فانا ما عملت سيرش لقيته موجود بي مي بي سب جيوغرافيك، وفي حاجة اللي هي خاصة بالاسلاميك لو، انا اختار اللي هي خاصة بالاسلاميك لو اللي هو رقمها KBB. وشفت قال لي ده في هنا كوليكتيف وفي هنا انديفيدول، انا هختار الانديفيدول ان ده يعتبر مؤلف واحد اوكي. وهاخد اول حرف من المدخل بتاعي بتاع المؤلف، والحرفين التانيين هشوف المقابل ليهم القطر ازاي. وده اللي هيخلينا نتطرق ان احنا نتكلم على قطر نمبر، ان احنا الاو 50 هو بيتكون من شقين A و B. A خاصة برقم الموضوع او رقم التصنيف الخاص بالموضوع، و B هو خاص بالكتر نمبر، وده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم فيه وازاي ان انا احط كتر نمبر اوكي. ده بالنسبة للكتاب اللي معايا كده، انا حطيت السبجكت بتاعي وحطيت الكلاسيفيكيشن بتاعتي، هو ما فيهوش اي حاجة تانية نقدر احنا نضيفها عليه. ما تنسوش يا جماعة تتابعونا على كل المواقع الموجودة على النت زي الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وتعملوا اشتراك على القناة بتاعت لايبي اكسبرت على اليوتيوب، وتتابعونا على الفيسبوك. ونتمنى ان كل الحلقات اللي سجلناها تكون فعلا ذات افادة كبيرة بالنسبة لكم. شكرا.